لماذا نص بهذا الطول؟ يعني حاليا متلقوا كل شيء، هم متلقوا الأشياء السريعة، ريلز الإنستغرام، تغريدة، البوست، 1300 وكسور. ليش نرد النص؟ أولا استغرق كم سنة؟ نرد النص حوالي 25 سنة. 25 سنة؟ أكثر من 25. أكثر من 25. طيب، هو الأشياء تجي صدفة، يعني صدفة شعرية بحتة. لا أنا وأعتقد شعراء كثيرون مو هم يختارون، هي القصيدة تأخذهم. في نشيد أوروك مثل ما تعرف أنه دخل صار عملية ما معني بها، كان مسودات وهذان، فضلت هذان وانتهى الموضوع. وقلت فعانيت بالمطبعة إلى أن لقينا الدار اللي قبلت طبعة كاملا، لأن بالأردن حاولوا منعون حوالي 45 صفحة كتبوا بي كذا، هاي الدار قالت أطبعة كلها. فأنا بعد عجلات المطبعة بدأت تشتغل كذا، فقلت أروح أنام نومة مريحة وقيلولة الشهيرة قيلولة. فقلت لهم أولادي، يعني كان مهند ومثنى أصغار، عمرهم 6 7 8 أو أكثر أعتقد، إيه 9 سنوات 8 سنوات. فقلت لهم أرد أنام أرجوكم هذا. فقالوا بس نلعب زار عندهم طاولي شنو بعيد يعني. فقعد إنما تاني وبدأت الكوابيس تدخل، يعني لأنه نشيد أوروك أعرف راح يسوي مشاكل. طيب، في هاي الأثناء وإذا وأنا في يعني غياهب النوم زين، وإذا يجي النرد لبوا ويجي يدغرج شو يجي يضرب أنفك بالضبط بالأنف. قعدت أيقظك النرد، لزمت النرد بيدي، جابك هنا، جابنا عن بيروت، شنو القصة وكذا. أولادي طبعا بعدين قلت لهم يعني ماكو شيء، يعني ما خطيه ارتبكوا وخافوا انه ورطتوني. فشنو هاي؟ فظلت شايله وافتر يعني وياه على البحر. بعدين قمت اخذه وياه وافتر بي، هم يريدون يلعبون بي وانا لازم بيدي وافتر. بدت تبدي افكار. شافني بوقتها الدكتور علي حرب، قال لي كانت الصحف بعد الصحف تكتب بيروت والاخبار عن نشيد أوروك، شنو اللي شنو بعد نشيد أوروك شو راح اسوي يعني؟ قلت له ما اعرف، بس انا اكو نرد هذا واجى عندي في نرد ونص وكذا وهيك بدي احكي بهذه الافكار. عد عمود الاسبوع الثاني والقى العمود كاتب عن، لان قرات له بعض المقاطع، قلت له حلو يعني شجعنا عليه. فبدات به، فكتب هو بال 96 هذا الحكي بعد نفس سنه نشيد أوروك. يعني نشيد أوروك بالمطبعه بلشت بنرد النص بالضبط. اي بس ما متوقع انه فد كلمتين ثلاثه، يعني مو قصيده طويله، يعني اذا كلش فد صفحتين ثلاثه اذا كلش.